أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الشاب اليوسف عاطف من مجوهرات نسوي. أنا اسمي عاطف، عاطف نسوي، وأنا second generation من شركة نسوي للمجوهرات. درج بي هي مجوهرات مثل خواتم وأساوي لأصحابه وخواته، وبعدين كبر الشركة شوي شوي لصار من أكبر التاجرين الألماس والمجوهرات في الشرق الأوسط. أستاذ عاطف، ممكن تخبرنا عن الخدمات والمجوهرات اللي تميزت فيها سوري المجوهرات؟ أكيد، مثل ما شايفين عملنا 12 مجوهرات، فتتميز شركة سوري المجوهرات بالهاي ليفل أوف كاستمر سيرفيس اللي نحن بنقدمه، وهذا من خلال العدد الكبير من المجوهرات اللي عنا اياهم. إذا في كيس وين الزبون ما لقى شو بده، نحن نختار له الكيس مميز له. ثاني شيء اللي تميز فيه شركة نسولي للمجوهرات هي مكاتبنا في بلجيكا، وين نستورد الألماس دايركتلي من الماين للزبون. وهلا كمان نحن بالإمارات فتحنا المكتب اللي قاعدين فيه في الألماس تاور، وين كمان منتاجر بالألماس مثل ما شايفين هون قدامكم. ونحن كمان نتميز بأنه كل أحجارنا بيجوا مع شهادات HRD و GIA. وأيضاً نتميز بأنه نحن عنا كنترول على الـ entire process من sourcing الألماز للفابريكيشن للديزاين ولل point of sale مع الزبائن. كمان نحن نتميز بأنه شركة بدأت في بيروت اللي هي صلة الوصل بين أوروبا ودول الخليج، وهذا بيبين بالمجوهرات اللي نعملهم يلي بيكون فيهم خلط بين ذوق الأوروبي وذوق الخليج. ونحن وصلنا على المحل اللي نحن فيه هلأ من وراء صدق بالتجارة والتعامل مع الزبائن، وهذا الشيء اللي خلى الزبائن توثق فينا وضل الزبائن معنا طول العمر. أستاذ عاطف، كرائد أعمال صغير في العمر، ما هي النصيحة اللي بتقدمها للجيل الجديد وللشاب الجديد اللي حاب يبدأ عمل خاص به داخل الإمارات؟ من بعد الحالة اللي صارت بلبنان قررنا أنه ننتقل إلى دبي بالمكتب والصناعة كمان، لأنه دبي من أكثر بلاد فيها أمان وسيكوريتي، ويقدر الواحد يسجل شركة بخلال أسبوع. بالنهاية أستاذ عاطف، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع نسولي للمجوهرات؟ نحن موجودين في دبي في الألماس تاور بالJLT بطابق 28 مكتب A، وكمان عندنا بوتيك في جاليريا مول البرشا، وكمان فيكم تابعونا على السوشيال ميديا على انستغرام على @نسولي جوليري، وكمان فيكم تواصلوا معنا على ارقام التليفون الظاهره. شكرا جزيلا استاذ عاطف، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه. دمتم بخير وفي امان الله.